هذا أنا ولا مرة بحياتي جربته. هذا شكله إذا أسأت الظن فيني ما ألومك، بس احسن الظن. والحمد لله بالكويت ممنوع الخمر. يلا نقول بسم الله. كرافتد روز فليفر، اشربه بسم الله. شفت لما يجيبوا لك بوكيه ورد بس يجيبوا لك اياها البوكيه بجلاس ويترسونه ماي، احس اني شربت الماي اللي تنقع فيه الورده. احس طعمه طعم ماي ناقع فيه ورد وحاطين عليه سكر. طيب ليه لا يعجب دي انا؟ ورد الورد ورد، ما ادري استغربت. قمت اتكلم لغه غريبه، خليني اشرب الحين عشان ارد اللغه مالتي. بسم الله. كلونيا يا جماعه، طعمه كلونيا. والحابض، تعرف من نوعيه المشروبات اللي لبلات تحس انه حامض بحنجرتك، نفس سالفه السفناب هذه. هذه تعطيها هذه كذي، يعني لما يكون اول ما تشرب ما تحس انه حامض، بس بالحنجره يقرص. زين بسم الله. ما ادري. ابى اشرب بعد. اما دام قاعد احاول هالكثر فمعناته عاجبني، بس طعمه غريب. طعمه في البدايه يتكهرب مخك، تبكوه بعدين تتبرمج عدل. فانا من ساعه قلت كان اضبط. لا حسين والله ثري يضبط الاعدادات. انا الحين بشرب يعني كميه وخلاص بحكم. يعني واحد اثنين ثلاث بسم الله. زين احس خشمي بتطلع منه بتله، احس اني ماكل ورد.